آثار الشام المسيحية أيضا لم تسلم من أذى المقاتلات التركية، حيث استهدفت طائرات أردوغان موقعا أثريا مدرجا على لائحة التراث العالمي لليونسكو وألحقت به أضرارا جسيمة، وذلك في إطار العملية التي تشنها أنقرة في منطقة عفرين شمال سوريا. المديرية العامة السورية للآثار أفادت بأن موقع براد الأثري جنوب مدينة عفرين في محافظة حلب تعرض للقصف، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالمنطقة الأثرية حيث تضم المدينة العديد من الكنائس والأديرة البيزنطية، إضافة إلى معبد وحمام ودور سكنية ومعاصر ومدافن تعود كلها إلى العصر الروماني.